في الرياض او في استديوهاتنا ينضم الينا الكاتب والباحث السعودي عبد الله بمجاد. استاذ عبد الله، اهلا وسهلا. هل كان مفاجاه هذا الموقف القطري والتركي من القرار الامريكي؟ لا. وهل تملك قطر حقيقه القدره على عدم الالتزام بهذا القرار؟ هذا الامر ليس جديد. هناك محاور في المنطقه، في المحور العربي اللي تقوده السعوديه ومصر والامارات وكثير من الدول العربية الرافضة لأي تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهناك المحور أو المشروعين المعادلين للمشروع العربي، وهو المشروع الإيراني الطائفي الصارخ بلغة الدستور وبقسوة النظام وبتصدير الثورة ومبادئ تصدير الثورة، وأيضا المشروع الأصولي التركي اللي يقوده حزب أردوغان الحالم حقيقة بأن يستعيد الخلافة العثمانية البشعة واحتلالها للدول العربية، وللأسف أنه متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي التي تروج له أن تعود تركيا مرة أخرى لتحتل الدول العربية بتاريخها الدموي ومجازرها البشعة التي ارتكبتها في كل الدول العربية في السابق. فاليوم قطر تدعم هذين المشروعين، لأن قطر لديها مشروع معادي للدول العربية منذ انقلاب الأمير الوالد على أبيه في 95، ولديها مشروع معادي لكل الدول العربية، يعني بعض نتائج خرجت وبعضها باقية إلى اليوم. هل هي قادرة على معارضة القرار الأمريكي وعدم التزام بتنفيذه؟ الحقيقة قطر غير قادرة. هو ألمح في تصريحه بأنه غير ملزم وأنه قرار أحادي. ما عليش، احنا شفنا تصريحات من قبل من بالذات قطر وتركيا، يعني يأخذون مواقف صلبة لكنهم يتراجعون. مواقف صلبة ثم يتراجعون، يرفضون. يعني آخر قضية مثلا في تركيا لما كانت قضية القس الأمريكي، وأردوغان أطلق تصريحات نارية وشعارات رنانة أنه لن يطلقه وأطلقه في اليوم الثاني. مثل هذه المواقف هي مواقف للاستهلاك أو الاستعراض أو إطلاق الشعارات لأتباع هذه الدول، لأتباعها أقصد من الدول العربية، أنهم يريدون يطمئنونهم على الأوضاع، مثل ما يجري في الملف الليبي، مثل ما يجري كل ما هزموا في مكان. بدأوا بالذات تغطياتهم الإعلامية ومواقفهم السياسية هي مزايدات وشعارات، ليست حقائق على الواقع وليست التزام. يعني لما يقول أنه وزير الخارجية أنه هذا غير ملزم، سيكون ملزم غدا او بعد غد. ماذا تصنع؟ ستقول للامريكا يعني خذي القواعد. هل هي قادره يعني هل يمكن ان تتضرر قطر من تصنيف الحرس الثوري الايراني منظمه ارهابيه؟ هل يمكن ان تغضب عليها الولايات المتحده الامريكيه اذا ما قالت او اصرت على تنفيذ موقفها بعدم الالتزام بتنفيذ القرار؟ الموقف من قطر الى الان، الموقف الامريكي اقصد، لم يحسن بعد، لأن قطر عندها مخالفات كثير. يعني المخالفات التي نصت عليها الدول الأربع المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات وبحرين ومصر، أمريكا لم تتخذ موقف جدي من قطر. وفي هذا القرار قطر ليست مستفيدة من الحرس الثوري حقيقة. قطر أغنى بكثير من أنها تستفيد، لكنها تقدم خدمات للحرس الثوري ولتعاملات الحرس الثوري لتغطية صفقاته وتغطية بعض الشركات التي يديرها، لكن هذا اليوم بيقع تحت عقوبات حقيقية من أمريكا. يعني قطر على شفا خطر وعلى شفا هاوية، لا يمكنها أن تتلاعب بعلاقتها الاستراتيجية مع أمريكا وفي نفس الوقت تفتح تعامل وتحالف مع إيران، الميليشيات الطائفية الإرهابية الأصولية البشعة. هذا الأمر لا يمكن أن هذا مثل المشي على حد السيف. لكن ربما يقول قائل أستاذ عبد الله أن قطر ربما يعني ستقف ذات الموقف التي تقفه بعض الدول من هذا القرار. حتى الآن هو قرار بانتظار أن ينفذ، بقي له 5 أيام تقريبا يناقش فيه في الكونغرس، وما زال هو قرار مفروض فقط من الولايات المتحدة الأمريكية دون إجماع دولي على ذلك. فبالتالي هناك من يقول أنه من حق قطر أن تقف موقفا مخالفا لهذا القرار كبقية الدول التي ترى. نحن نعلم الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى
إمبراطورية عرفها التاريخ البشري بأكمله. ونأخذ مثال قريب جدا، لما وضع الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب وضع عقوبات قاسية على إيران، تحدث كثيرون أن هذه عقوبات أمريكية فقط، لا دخل للعالم بها ولا دخل. اليوم إيران تختنق بالعقوبات الأمريكية، والدول الأوروبية تنحاز باتجاه الموقف الأمريكي. فأمريكا هي اللي تقود العالم، وهي اللي تؤثر قراراتها الصارمة فيه. وبالتالي اليوم الإيرانيين، النظام الإيراني مختنق جدا بالعقوبات الأمريكية، والعقوبات كلما يمتد بها الزمن كلما تثقل وليس تخف. فالدولة المعاقبة عدوها الأكبر هو الزمن، لأن العقوبات تتضح أثارها بمرور الزمن. وبالتالي في الشأن القطري، لو أصرت قطر، لا نعرف إلى الآن الموقف لأنه لم تطبق القرارات بعد، ولكن ستكون قطر في موضع خطر، وستكون يعني ستنتهي نوعا ما لعبها على التناقضات في العشرين سنة الماضية، وستضطر أن تأخذ موقف إما مع أمريكا والعالم، وإما مع إيران وتركيا والإرهاب. برأيك كيف استفاد الحرس الثوري الإيراني من علاقته مع قطر في خدمة أهدافه الإقليمية في المنطقة أستاذ عبد الله؟ ما في شك أنه مستفاده أكثر من مرة. يعني من أشهر القصص في التعاون بين الحرس الثوري والدولة القطرية قصة الصيادين اللي كانوا في العراق اختطفوا من قبل ميليشيات مدعومة من الحرس الثوري وممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني. ثم من تحت الطاولة دفعت قطر تقريبا مليار دولار لهذه الجماعات، ووزعتها كما يريد الحرس الثوري. وهذه طريقة قطرية سرية لدعم هذه الجماعات، اخطفوا أجانب أو اخطفوا مواطنين، ونحن ندفع لكم أموال طائلة تستطيعون التسلح بها وتستطيعون إدارة الإرهاب والتخريب. ماذا عن تركيا؟ تركيا تقف مع قطر في خندق الاعتراض على هذا الموقف أو القرار الأمريكي. هل الأمر مرتبط بالموقف المتناقض الأمريكي كما جاء في تصريح أوغلو على اعتبار العلاقة مع البيديكي الكردية، أم أنه الأمور أكبر من ذلك؟ يعني تركيا كيف تنظر إلى الأمر؟ تركيا عضو، دولة عضو في حلف الناتو. نعم. تركيا دولة حليفة لإسرائيل. بعيدا هذه هي الوقائع، بعيدا عن الشعارات التي يطلقها الرئيس أردوغان أو حزبه، لكن تركيا عرفناها في سنوات طويلة أنها تتخذ الموقف ونقيضه، توحي للناس بمواقف سياسية صارمة جدا ثم تتراجع عنها، سواء في الأزمة السورية أو في قضايا تتعلق بغزة أو غيرها. كان دائما تركيا تطلق شعارات ثم لا تقف لدعم هذه الشعارات بل تتراجع. والآن هذا التحالف أو المحور القطري الإيراني التركي الحمساوي في غزة، الحوثي في اليمن، هؤلاء كلهم أعداء ولديهم مشاريع معادية للعرب والشعوب العربية، وبالتالي الوقوف ضدهم وكسب الولايات المتحدة بثقلها الدولي لأجل مواجهة هذا المحور هو مكسب كبير ما في الشك. شكرا جزيلا لك عبد الله بن مجاهد الكاتب الباحث السعودي. شكرا.